ياسين، وفجأة هو اتغير معاها شهر رمضان، وحصلت مشكلة كبيرة في رمضان، وبعدين وصلت يعني ان هي سابت البيت وكده، وبعدين ولاد الحلال رجعوها تاني. بعد ما رجعت من رمضان للعيد الكبير كان هو رتب لها ازاي يموتها يعني. فطبعا هو كان احنا ما شفناش عليه ان هو كان بيتعاطى مخدرات ولا كده، لكن في الايام الاخيرة بقى دي بعد الحمل، ما هي بقت حامل، فوجئت ان هو طبعا بيتعاطى، وفي الاخر عرفنا ان هو بيشم بدر. خطط لقتلها وكيل النيابة قال لي ان هو اتلكك لها يوم الوفاة دون. هم كانوا عندي قبل الوفاة بيومين، كان موافق 23/7، كان عيد ميلادي، وكانوا معايا هنا واحتفلوا كده. كان هو مخطط في القتل وسنن السكاكين وكل حاجة، وحاطط السكينة في جنبه هنا وقاعد هنا اهو في الحتة دي، وبنتي كانت نايمة تحت المروحة هي وبنتها الصغيرة. وكان هو عايز طبعا على كلامه لوكيل النيابة ان هو كان عايز يموتنا كلنا. وفي الاخر هو طبعا علشان انا كنت صاحية ما نمتش في اليوم ده، وانا ما بحبش انام وحد غريب في بيتي برضو حتى جوز بنتي. فالمهم لقيته بيقول له كل النيابة ده انا كنت هموتهم كله. طب ليه يا ابني انت بتعمل كده؟ اصل هي بتحب مراتي، بتحب بنتها قوي زيادة عن اللزوم، وانا بحبها وما بحبش حد يشاركني حبها. وبعدين اشمعنى هي بتحبها وامي ما بتحبنيش؟ امي طردتني من البيت وامي ما بتحبنيش واهلي ما بيحبونيش. قلت له طب يا ابني انا زي والدتك، وانا اساسا كنت بعامله كويس. وهو قال الكلام ده كله لوكيل النيابه، قال كل الكلام اللي انا بقوله ده. وبعدين في الاخر فوجئت ان انا يوم دون هم كانوا متفقين يسيبوا الشقه يروحوا شقه تانية، وكانوا بيعزلوا. هي راحت مجمعه الحاجه في صناديق وكده وسلبتتها وكده، وقالت له ان احنا هنمشي وكده. هو ما كانش عايزها تمشي من الشقه، مع ان هو اللي جايب لها الشقه الجديده، وبرده حاول قتلها في الشقه الجديده يرميها من البلكونه، بس اختها كانت معاها في اليوم ده، لقوه واقف ورا ظهرهم. وبعدين هم ما كانوش يظنوا ان هو يعمل كده. لما حصلت الجريمه اعتقدوا بقى ان هو فعلا في اليوم ده كان ماخدهم ووريهم الشقه الجديده، كان عايز يرميهم من البلكونه الاثنين، هي واختها. وبعدين في الاخر انا جيت اتصلت بيها قلت لها يوم 25/7، قالت لي احنا هننقل في الشقه الجديده، انا هاجي جنبك علشان ابقى اجيب لك سندس يعني في البيت هنا، على اساس ان هي تروح شغلها وكده. وبعدين فوجئت ان هي يوم 25 بتصل بيها الصبح الساعة 8 ما ردتش، فقلت يمكن نايمة، ما هي كانت عندي امبارح، طب يبقى نايمة شوية. اتصلت بيها من 8 الصبح ل 11، اخواتها قالوا لي يمكن ما فيش نت، يمكن التليفون قاطع. انا بقى بدأت يعني ايه ما ارتاحش، بنتي مش هتقفل التليفون بتاعها لحد دلوقتي. المهم ايه، لحد الساعة 3 كده العصر رحت انا واخدة بعضي وراحة، لقيته واقف في البلكونة والناس كلها عمالة تبص لي بيقول لي قتلتها. طبعا انا ما صدقتش الكلام دون، كان معايا مفتاح البوابة، طلعت لقيته بيقول قتلتها قتلتها، وبيفتح الباب وبيشخشخ الباب، ولقيت دم نازل من تحت عقب الباب كده على السلم. جريت رحت نازلة السلم تاني، ورحت زق بنتي اللي هي التانية دي، اطاري برضو كان هو خارج يموتنا. وبعد ما فكوا الشمع الاحمر من على الشقه وكده، فوجئت ان هو حاطط سكينه تانية في قصريه الزرع قدام باب الشقه، واحنا بناخد الزرع وبناخد الحاجه بتاعت هايدي، لقينا في سكينه كانت قدام باب الشقه ورا الزرع كده، محطوطه ورا الزرع بس. فهو بصراحه يعني مش عارفه اقول لك ايه، انا طبعا الموضوع دون عامل لي حاله نفسيه انا والعيال، يعني احنا عندنا حاله نفسيه، احنا تعبانين. هايدي موتها زي موت اي حد، واي حد قتل مراته وهي في مكانه حلوه وكل حاجه، بس احنا عشان دي احنا ما كناش يعني. انا طبعا ربيت الثلاث ولاد دول لوحدي، تعبت فيهم، وبنتي دي كانت الكبيره مالي عليا حياتي، كان يعني زي ما اكون واحد قطع عن واحد النفس، خد منه النفس اللي هو بيتنفسه ده، او شويه ميه انا كنت عايزاهم واتاخدوا مني. احنا بنموت على بطيء، والقضاء اللي هم يعني ربنا ان شاء الله ينصفنا وان شاء الله نشوف الاعدام. انا كنت بتمنى ان انا امتلك مسدس او امتلك قوه وشجاعه ان انا موته، كنت موته. ما ينفعش ان هو بعد ما هو قتل بنتي
وعملها 37 طعن مثلا، زي ما انا ما سمعت ما شفتش طبعا، انا شفتها في المغسله بس عينيها، حاطت المفك في عينيها ومبوظ لها عينيها وضربها بالدمبل اللي هو كان بيشيله حديد دول، مبوظ بنتي خالص طبعا قوي قوي. لو قلت لك والله ما تمثيل ولا كلام ولا اي حاجه، انا بموت من غيرها. النفس اللي بطلعه ده بطلعه علشان خاطر سندس، عشان انت عارف لو ما كانتش سايبه بنت، البنت الصغيره دي كنت مت وراها، كنت ممكن اموت وراها. يعني بقول لك مش عارف اعيش من غيرها، والله ما عارف اعيش من غيرها. احنا هنا في الشقه ملناش اي لازمه، حاجتها كلها بنبص لها مش عارفين نعيش، ولا اخواتها عربانين علشان ما يبقاش شكلهم وحش قدام الكاميرا ولا يسجلوا. انا عيط على العمر كله الا هايدي. طب اقول لك على حاجه، كان ياخدنا انا، هو مغفل اصلا، هو مغفل، كان موتني انا وسابها هي تربي بنتها. ما كنتش، كنت هبقى سعيده في الموقف ده، كنت هبقى مبسوطه قدام ربنا، لان انا ست كبيره. مش مشكله، عايز تطلع غيرك طلعه في واحده زي ملهاش لازمه، يزهق روحها وهي عايزه الحياه، يزهق روحها وهي كل ما اقول لها ده وحش سيبك منه تقول لي ده غلبان يا ماما، ملوش حد، ده غلبان يا ماما. شوف الغلوبيه عملت ايه، 37 طعنه ب 37 اعدام. انا عايز اقول للاستاذ احمد بدوي، ربنا يخليك لينا ويبارك فيك يا استاذ احمد، نفسي ان انا احضر الجلسه دي بتاعه الاعدام واشوفه هو في القفص كده عشان قلبي يبرد، وعلشان ان انا ابقى واثقه كده ان القضاء بتاعنا عادل، وان انا اشوفه في القفص قدامي كده وابص له واطلع كل اللي جوايا كده في البصه بتاعتي كده. يا رب يخليك يا استاذ احمد، والنبي ما تحرمني من ان انا اشوف الموقف ده. يا رب يخليك يا استاذ احمد، وانا عارفه ان انت مش هتكسفني، انا عايزه اشوف الاعدام وعايزه اسمع بودني الاعدام عشان يرضيني جزء واحد، ولو اني كنت بطلب ان الاعدام ده يبقى في ميدان عام، يبقى قدام الناس كلها. هايدي 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 عملت عندي، موتتنا يعني، احنا مش هي ماتت بس، انا مت واخواتها ماتوا، وبنتها اللي عايشه دي انا بهربها، انا مش عارفه اوديها فين، اعيشها ازاي من غير اب وام. طبعا طبعا اشكر الاستاذ احمد، وقف معايا وما خلانيش عايزه حاجه، وبقى يسال على سندس وبيسال علينا، وكل يوم بيبعت لنا طلباتنا ويبعت لنا حاجتنا، وكل يوم بيسال على سندس ومتبني سندس بكل خير، بيسال عليها وهي في ظله. وانا يعني من غير الاستاذ احمد احنا كنا حطينا نفسنا قدام القطر، والله العظيم ثلاثة ما كنا هنعيش تاني، لان الاستاذ احمد وقف وقفة بعيد عن البرنامج وبعيد عن ده، حالة انسانية، وهو وقف جنبي، والله والله بحق لا اله الا الله. انا حاسة ان الاستاذ احمد عمل معايا كده لوجه الله، انا بشكره مرة تانية، وبشكر البرنامج، وبشكر كل واحد في البرنامج، بشكر الاستاذ احمد وبشكر حضرتك وبشكر كل اللي جوهم وقالوا لسندس ربنا يخليك يا سندس، وربنا يخليها لي. وانا مش عارفه اقول لكم ايه، مش